بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسي كان درسي كتاب شروط صلاة أركان صلاة كيس جرة، والتشهد الأخير تقوم لغرتني التحيات بوداتي ركن رغ مفروض در كما قد أماته، كما في الحديث أكم حديث كيس تجرو عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الرؤدي فمي رضي الله عنه رب سرها جالته قال نجر كنا تانجر نقول كجن قبل أن يفرض علينا قبل أن يفرض أصدر كما قد أمين درتي علينا نرتي التشهد التحياني السلام على الله نجين رب الرتي هاجرات جنة من عباده قبروت سارة السلام نجين هاجرات جنة على جبريل جبريل الرتي وميكائيل ميكائيل الرتي اللي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجم ربي نجل ايه لا تقولوا هنجلنا لا تقولوا هنجلنا السلام نجيني على الله رب رت هاجرات ننجلنا من عباده قبرو تسارة فإن الله رب هو السلام إن نجها ولكن أكنها جن قولوا جد التحيات والنجد قاري هندو تكا غستيك بجا هندو تكا أمو جرون أبتات لله ربي كينا في والصلوات صلوان اللين والطيبات والنجد قاري اللين السلام عليك هندو كرب لله جيك ربي كينا في سلام تفتي طيبان والنجد قاري هندو ربي كينا ملتي جيك ربي كينا في السلام عليك نجوم سرت هاجرات أيها النبي يا نبي جيكه ورحمة الله رحمة ربي الله وبركاته بركان إسال لي السلام علينا نجين نور التهاجرات وعلى عباد الله قبر الرب الصالحين قداري رت الله هاجرات أشهد رقابها أن لا إله هك أن قبر من هنجر إلا الله رب ملي وأشهد رقابها أن محمدا محمد عبده قبر إساتي ورسوله إرقم إساتي رقابها يا إن شاء الله درسين كان أنا فكرت بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا برو تفسير التحيات معنا التحيات راتي دي بلاتشو إن شاء الله.